ألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأعزاء، ما زالت أشواط هذا المساء متواصلة في ختام هذا المهرجان السنوي الكبير، مهرجان سيدي سمو ولي العهد الأمير سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني للهجنة العربية الأصيلة. فتهانينا لجميع الفائزين، حظا أوفر لمن لم يحالف الحظ في الأشواط القادمة. أيها الأعزاء، انطلق قبل قليل الشوط 11 للحيل، وجائزة هذا الشوط عبارة عن جائزة عينية قيمة رصدت للفائز بالمركز الأول. إذا مشاهدينا الأعزاء، بعد الشوط القادم سيكون مسك ختام هذا المهرجان الكبير، وهو الشوط 12 للحيل من أشواط الفترة المسائية التي قرر لها 12 شوطا. انطلق الشوط 11 قبل قليل بجهود من الله سبحانه وتعالى، ثم بجهود الرجال العاملين في اللجنة المنظمة لسباقات الهجن برئاسة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. أيها الأعزاء، مقدمة الشوط في هذه اللحظات ومن تحتل المركز الأول من خلال التعرف عليها في هذه اللحظات. هناك تغيير على مقدمة الشوط، يبدو بأنه شعار ملحان بن راشد بن حبيبة اللي على المركز الأول. نحن في طريقنا عموما إلى صدارة الشوط لنتعرف على من تحتل المركز الأول اللي على الصدارة. نحن الآن نحاول التعرف على صاحبة المركز الأول. عموما هنا في هذا الشوط أعداد حضرت للمشاركة في هذا المهرجان من كل دول مجلس التعاون الخليجي ومن ميادينها. مقدمة الشوط بالفعل صوغة الملحان بن راشد بن حبيبة المري على المركز الأول. ننتقل إلى الخيارين القادم، هملول المبارك بن زايد بن محمد، أمطوع الخيارين، أنضم رسالة بجر الله المكسور، ولكن أعود إلى سمى العين. يا سلام، عيني على سمى العين، عيني باردة على سمى العين. ما تنطلق العصا قوس في ميدان التحدي، هذا هو التحدي يا مضمرين. يا سلام، الله الله الله، ما زالت سمى العين على مقدمة الشوط تحاول الصمود. تحرك من هليل، تحرك شعار من هليل على المركز الثاني. الضبي الضبي سمى العين، الضبي سمى العين، الكيلو الأخير الكيلو الخطير، شعار بالعظم، شعار مظفر من محمد ياسر، وأيضا وصول من كتارة، كتارة قادمة، والعصا قوس لمنصور بن محمد بن زايد الخيارين. ولكن يبدو بأن الشوط روح الشوط مع سمى العين، روحت سمى العين بالسيارة، روحت بالفوز، روحت بالناموس. إذا التهاني مشاهدينا الأعزاء ستذهب إلى ميدان الوثبة ولأهالي مدينة العين مع سمى العين. ولكن الخوف وصلت في هذه اللحظات، الظبي وصلت هنا المركز الثاني. مشاهدينا الأعزاء، الظبي مع شعار بن هليل، حمد بن عبد الهادي بن هليل، غيرت الظبي في هذه اللحظات. يا سلام، راعية الميدان كتارة كتارة كتارة، الظبي سمى العين، سلهودة بن مقارح قادمة مشاهدينا الأعزاء، وأيضا بديعة الشهواني بديعة قادمة. ولكن اللحظات الأخيرة، هنا الظبي الناموس شحاني. يا سلام 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 لعبد الهادي بن حمد بن هليل على تقدم الظبي. إذن الظبي الفوز شحاني، الناموس شحاني، الانتصار السيارة مع ابن هليل. تهانينا لحمد بن عبد الهادي بن هليل. يا سلام يا ابن هليل، سلام سلام على الظبي، سلامي عليك يا ابن هليل وعلى انطلاقة الظبي وعلى تقدمها. تهانينا والناموس لحظات الوصول. المركز الثاني سلهودة لراشد بن بخيت بن مقارح المري. المركز الثالث بديعة لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني. المركز الرابع سمى العين أحمد بن محمد بن سعيد بن العضيلي العامري، ما قصرت سمى العين. المركز الخامس اللي وصلت على خامس المراكز هملولة المبارك بن زايد بن محمد مطوع الخيارين. هذه الخمس المراكز المتقدمة الأولى. تهانينا والناموس لكل الفائزين، أشواط مثيرة مشاهدينا الأعزاء. الظبي تقطع المسافة في 12 دقيقة 53 ثانية جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الظبي حمد بن عبد الهادي بن هليل
المري تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت على ثالث على ثاني المراكز سلهودة، توقيتها 12 دقيقة 54 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا لراشد بن بخيت بن مقارح المري. المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز المركز الثالث هنا دخول جماعي على ثالث المراكز ما بين سما العين وما بين بديعة. عموما التوقيت الزمني 12 دقيقة 56 ثانية جزء واحد من الثانية، وحيل سما العين وبديعة إلى اللجنة المختصة في اللجنة المنظمة. هناك لجنة تحكيم ستفصل هذين المركزين الثالث.